كما تعلمون نحن هنا نحتفل باليوم الوطني لبلادنا المملكة العربية السعودية، وكما اتفقنا سنعبر عن حبنا واعتزازنا بها بالرسم. فليرسم كل واحد منا لوحة يبرز فيها ما يميز وطننا المملكة العربية السعودية. سأرسم خريطة وطني المملكة العربية السعودية. هنا البحر الأحمر وهنا الخليج العربي. وأنا سأرسم علم وطني. علم وطني لونه أخضر. سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء. وهذه عملة وطني، الريال السعودي. أما أنا فسأرسم أهم معالم وطني. مكة المكرمة وبها المسجد الحرام، المدينة المنورة وبها المسجد النبوي. الرياض عاصمة بلادي. هذا قصر المصمك في الرياض. الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. شعار المملكة وهو السيفان والنخلة. وطني يتحدث اللغة العربية، وأنا سأكتب عبارة لوطني بالخط العربي. وطني مهبط الوحي. ما شاء الله، لوحات جميلة تعكس معرفتنا وحبنا لوطننا الغالي المملكة العربية السعودية. سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السماء. وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا مولاي.